مرحلة التأسيس والتثبيت، تلك خطوة أولى انتهت منها مبادلة للبترول لتتحول بالكامل وتبدل استراتيجيتها، هويتها، معلنة علامة تجارية جديدة. إنها مبادلة للطاقة بدور تكنولوجي ابتكاري ريادي. الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو الاستفادة من خبراتنا الموجودة أوردي في مجال الغاز وإنتاج الغاز. المحور الثاني بنحاول إن شاء الله نتوسع، وقاعدين حاطين استراتيجية توسع في الفاليو تشين للغاز. والمحور الثالث بإذن الله نروح للطاقات الجديدة اللي هي البلو هيدروجين والتقاط الكربون. التوسع في مجالات الغاز والاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة توجه إماراتي يوازي طموحات القيادة الرشيدة وتطلعاتها، ناهيك عن الاستثمار في المواطن الإماراتي وتطوير مواهبه وجعله نموذجاً للنجاح والنماء. أنا تقريباً اشتغلت في ماليزيا لمدة سنتين، وحالياً اشتغل في عدة مشاريع في روسيا وفي مصر وفي عمان. هذه المشاريع تعطي الفرصة للمواطنين وللمرأة أنها تشوف الأشياء جديدة وتعمل أشياء جديدة، وبالطبع أنها تمسك مراكز قيادية. هكذا تأسيس يعد قدوة يحتذى بها في عالم الأعمال، وما يواجهه في الوقت الراهن من تحديات، بل مواصلة التوسع والتغير بحسب متطلبات المرحلة يعد تحدي كبيرا لا يخوضه إلا الكبار، وبكل ثقة مستندين على نجاح إنتاج 500,000 برميل من النفط المكافئ يوميا. إنجازات كبيرة حققتها مبادلة في 10 سنين تفوقت على إنجازات شركات بعقود من السنين، إيمانا منها بالكادر الوطني وإنتاجية التي تخطت حدود الإمارات وحلقت لتصنع لها مراكز اقتصادية مبهرة في 11 سوقا حول العالم. والتميز والنجاحات مستمرة مع استراتيجية جديدة وبخطى واثقة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان.